سورة وتذكار قبل الإفطار أو النبش في ذاكرة تأبى النسيان. والرسالة هذه منقولة عن الشهيد، وتحية لروح الشهيد صديقنا ورفيقنا علي بالقيد رحمه الله. قال الشهيد علي بالقيد رحمه الله: الاعتقال السياسي أسلوب لمصادرة الرأي المعارض. الاعتقال السياسي شكل من أشكال العنف الطبقي الرشعي، والدولة أداة من أدوات السيطرة الطبقية لا الهيمنة الطبقية، وأداة لممارسة الصراع الطبقي المضاد، وتعتبر أجهزة القمع، يعني المؤسسة العسكرية والبوليس السري والعلني وكذا القواد والشيوخ والمقدمين، من أكثر الأجهزة توظيفا لخدمة الغرض المذكور، حيث تلتجئ إليها الدولة كلما عجزت عن احتواء انفجارات الصراع الطبقي سلميا، إذ كلما بلغ الصراع درجة معينة يهدد مباشرة السلطة السائدة، إلا ويتم استخدام أجهزة القمع بشكل واسع، ويتم استنفارها لتطوير الوضع وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وفرض سلم اجتماعي قسري. لهذا يشكل الاعتقال السياسي والاختطاف أسلوب العنف الذي تمارسه الطبقات الرشعية باسم القانون طارة، وباسم تهديد سلامة الدولة طارة أخرى. مقتطف من مقال طويل كتبه الشهيد في زنزانته بسجن فاس، والمقال ورد في صفحتي 5 و6 من نشرة الشهيد عليه الرحمات، بقلم الأستاذ أحمد البلعيشي.